في بلاد الغرب التي يشكل فيها المسلمون أقلية بالنسبة لسكان البلد الأصليين، أصبح من الملاحظ أن أهل البلد غير المسلمين يشعرون بدخول شهر رمضان ويتأثرون بحال المسلمين فيه. والأمر كذلك هنا في كندا، حيث يعد المسلمون من الأقليات البارزة فيها، والتي تقدر بنحو 2 مليون مسلم موزعين في كل المدن الكندية، وبالأخص المدن الكبرى مثل تورونتو ومونتريال. وكغيرهم من المسلمين في كل أقطار العالم، يستعد المسلمون في كندا سنوياً لاستقبال شهر رمضان المبارك وأداء فريضة الصيام. وقد لا يشعر المسلمون باهتمام المجتمع المحلي بخصوصياتهم الدينية، إلا أن تفاعل المسلمين مع مظاهر الشهر الكريم يلفت انتباه الكنديين بشكر كبير. يعد صيام شهر رمضان في كندا أمراً شاقاً جداً بسبب طول النهار وقصر الليل، وهو ما يجعل الكثير ممن يصومون في كندا للاضطرار إلى السفر لقضاء شهر رمضان في ظروف أقل مما يعانونها هناك. المجتمع الكندي مجتمع منفتح، يجد فيه كل مواطن الحرية في التعبير عن الاعتقاد من دون أي مضايقات أو عصبيات. فعندما تذكر كلمة رمضان، فإن معناها بات مفهوماً في المجتمع المحلي، وكذلك بدأت وسائل الإعلام تهتم بعرض تقارير صحفية وإعلامية مرئية في وسائلها، تتتبع فيها أخبار المسلمين الكنديين خلال رمضان، وتلقي الضوء على العادات والطقوس المتبعة من خلال لقاءات أو حوارات أو زيارات أو مشاركة في حفلات الإفطار الخاصة والعامة. ويهتم كثير من السياسيين وأعضاء البرلمان الكندي بتوجيه برقيات التهنئة والمباركة إلى المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان. أما عن مظاهر الشهر الكريم بين المسلمين، فتظهر من خلال المحال التجارية العربية والإسلامية التي تبدأ بالتحضير لقدوم رمضان بأسابيع عدة قبل دخول الشهر الفضيل، فتبدأ في طرح بضائع رمضانية مختلفة من المأكولات والتمور والمشروبات وغيرها، وتوزع إمساكيات رمضان بشكل واسع في كل المدن. كما تزداد الاتصالات بين العائلات وزيارة المساجد، خاصة في الأيام الأخيرة قبل دخول الشهر لاستطلاعه والتأكد من ثبوت رؤية الهلال، حيث تعم الفرحة بين أبناء الجالية عند سماعهم خبر ثبوته. أما خلال أيام الشهر المبارك وعلى المستوى الاجتماعي، فيحتفل المسلمون بشهر رمضان على طريقتهم، وبشكل عام ينشط المسلمون بالطلاق والتآخي، حيث يتزاورون بشكل دائم، ويتبادل كثير من العائلات الدعوات على موائد الإفطار، ولكل عاداته في تبادل الزيارات والدعوات الرمضانية. كما تقام موائد الإفطار الجماعية في معظم المساجد والقاعات بشكل يومي طيلة أيام الشهر المبارك، حيث يجتمع فيها أبناء الجاليات الإسلامية من جنسيات مختلفة على مائدة واحدة لتناول طعام الإفطار سوياً. وتتميز الجالية الإسلامية في كندا بأنها متعددة الثقافات بحسب جنسيات أبنائها الأصلية والبلاد القادمين منها، فالمسلمون العرب قادمون إما من بلاد المغرب وإما المشرق العربي أو العراق وبلاد الخليج العربية، وهناك مسلمون من باكستان والهند، وهم موجودون بشكل واسع خاصة في مدينة تورونتو، ومعهم أيضا الأتراك والبوسنيون والأفارقة وغيرهم. وعلى الرغم من تعدد الخلفيات الثقافية والإثنية لكل هؤلاء، وما يتبعه من تنوع في الملبس والمأكل والمشرب، ومن ناحية العادات الاجتماعية التي يحملونها من أصولهم وما تربوا عليه،
فإنهم يحرصون على الحفاظ على هذه الموائد بما يشكل تمسكاً بتقاليد الإسلام دون أي عصبيات. وعلى هذا الأساس فإن طعام الإفطار في رمضان يكون تبعاً لثقافات العائلات والبلدان التي أتوا منها، ما يجعل الموائد الجماعية مليئة بصنوف متعددة من كافة أنحاء العالم. قبل حلول شهر رمضان المبارك من كل عام تخصص محل التجزئة أماكن للمسلمين تؤمن فيها التمور واللحوم المذبوحة حسب الشريعة الإسلامية، وتوفر الأطعمة بسعر مدعوم في مراكز مخصصة كي يستطيع مسلمو كندا الفقراء القيام بالصوم دون مشقة أو عناء، وحتى لا يحملوا هم الطعام والشراب في هذا الشهر الفضيل. في كثير من الأماكن في كندا ترفع التهنئة برمضان بالخط العربي، وتعدل ساعات العمل في عدد من القطاعات الخاصة للتجار الكنديين بما يناسب الصائمين. على العموم فإن ما يمكن ملاحظته في كندا خلال رمضان هو ارتفاع روح التضامن بين الناس ناهيك عن أجواء التعايش السائدة.